السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ أسامة. حفظك الله. آمين. نقول في العربية آمين. صورة فوتوغرافية، ونقول صورة قرآنية. فحرف الصاد يستعمل للأشياء المادية، أم السين فهو للأشياء التي ترى بالبصيرة والأشياء المعنوية. فنقول صورة فوتوغرافية ولا نقول صورة قرآنية، بل نقول صورة قرآنية. فالصاد للشيء المادي، والسين حرف السين للسين للشيء المعنوي. بارك الله فيك وسمع على هذه الفائدة. طبعا اللغة يعني اللغة العربية لغة عجيبة، دائما قد نجد دلالة الأصوات، أو الأصوات تعبر عن المعاني. فإذا ما جئنا نحن مثلا إلى سورة الناس، نجد أن الحرف أو الصوت الأكثر تكرارا وتوظيفا هو صوت السين سورة الناس. وإذا ما جئنا إلى صوت السين نجده صوتا مهموسا. وإذا ما جئنا إلى المعاني التي تناولتها سورة الناس نجد المعنى الوسوسة التي تكون من لدن الشيطان ومن لدن بعض الناس، والوسوسة لا تكون إلا همسا. وكأن الله سبحانه وتعالى قد اختار الصوت الذي فيه شيء من الهمس لكي يعبر عن معنى الوسوسة التي لا تكون جهارا للعيان، جهارا نهارا واضحة للعيان، وإنما تكون خفية وتكون همسا. فنجد تناسقا وترابطا بين الصوت والدلالة. أستاذ أسامة، الظاهر أن الأستاذ أسامة له ضيوف. أستاذ عبد المؤمن رحمن، هل أنت نعم، معنا؟ سلام عليكم. أنا أسمعك دكتور. إذا أستاذ، يعني يمكن أن تبدأ من حيث أنهيت في الجلسة السابقة. نعم، أشكرك دكتور تفضل أستاذ، إصابة. بارك الله. يعني لم يبقى لي في مداخلتي إلا لهذه الخاتمة التي أريد أن أوصلها لجميع المستمعين. معي. فيقال أن اللغة، أي، هل تسمعني دكتور؟ أسمعك أستاذ، أسمعك واصل. جيد. يقال إن اللغة يعني أي لغة، هي هوية الناطقين بها، ومستوى جمالها وغناها هو من غنى من وضعوها ومرأتهم للجمال والعالم. ونحن العرب اليوم نملك هوية لغتنا العربية الجميلة. يعني أتمنى من هذا المقام أن تخصص لهذه اللغة أكثر من مناسبة، حتى نفيد ونستفيد من جماليات هذه اللغة. أشكرك دكتور. إذن أستاذ رحمن، بورك فيك، شكرا لك على هذه المداخلة، وشكرا لك على مشاركتنا هذه الجلسة. إن كان الأستاذ أسامة ما يقوله، إليه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أشكر الأساتذة الفاضل على هذه الدرر النفيسة والمعاني القيمة الجليلة التي تصب في سعة العربية وقدرتها على احتواء مقاصد متكلميها ونواياهم الحسنة. وقد وجهت إلي جملة من الأسئلة من قبيل ثنائية اللغة والفكر، فهذه إشكالية. وهذه الثنائيات من باب الطرفة، محمود درويش يقول سأموت بين الثنائيات. هذه الثنائيات التي توجه البحث العلمي، ثنائية اللغة والكلام، وثنائية اللغة والفكر، وأيهما أسبق من الآخر. فإن هذه اللغة هي عبارة عن مواد موجودة في الخزانة العربية،
وهذه المواد صالحة لكل المتكلمين بشرط أن نراعي المقامات وشروط التواصل وشروط الاستعمال من قبيل قواعد اللغة والصرف العربي أيضاً وأيضاً الاستعمال. فلا ينبغي لمتكلم اللغة أن يخرج عن الاستعمال. لماذا؟ لأن هناك أمر معين وهو أمر ضروري وهي عملية التواصل. لأننا لو نوسع دائرة قليلاً، لماذا انتشرت المعاجم في الثقافة العربية؟ لأن الإنسان العربي أصبح لا يمتلك القدرة على فهم الكلام العربي فهماً على سليقته. فالرجل العربي الذي كان قد تغذى بلبن العربية من موردها الصافي كان لا يستعين بالمعجم. لماذا؟ لأن هذه اللغة مستعملة أيضاً، وحتى اللغة الموجودة الآن نقول المادة الخام التي نحن لا نضحك أحياناً مثلاً عند التلاوة وعند قراءة قصيدة الأصمعي صوت صافر البلبلي، فنجد المستمع فإنه يتعجب وكأنه في عرض مسرحي. إن قصور اللسان العربي المعاصر هو الذي جعل اللغة العربية تظهر وتبدو عجيبة، في حين أن العطب في لساننا، في استعمالاتنا، في قدرتنا على التواصل، في دخول الثنائية أو الازدواجية اللغوية، في دخول اللحن، في دخول العجمة، فهذه الأشياء تحتاج إلى إمعاء النظر. فالفكر هو قدرة إدراكية على معرفة سر العربية واختيار وانتقاء الألفاظ المناسبة للتواصل من حيث مراتب اللغة، من حيث القواعد، من حيث طاقات اللغة ودلالتها، من حيث إيحاءاتها، من حيث مراميها، من حيث مجازاتها، من حيث فهم المعاني الماورائية من اللغة. فثنائية اللغة والفكر هي ثنائية تبقى مستمرة، الحد الفاصل بينها أن اللغة تعتبر مادة، الفكر هو قدرة الاستعمال، قدرة الإنسان على الاستعمال، على انتقائي، على التخيل الألفاظ، المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والأعجمي، القاسي والداني، وإنما الأمر في تخيل الألفاظ. فاللغة العربية بحر لطام لا ساحل له، تحتاج إلى متكلم بارع، إلى غواص يبحث عن درارها من أجل إفادة السامع والمستمع. شكراً على هذا السؤال القيم من زميلنا في المدرسة العليا للأساتذة، مع أنني أريد أن أصحح للزميل ياسين براس، والحمد لله هؤلاء أساتذة أكفاء لهم القدرة على بيان محاسن اللغة وعلى قدرة اللغة على مواكبة التطور وعلى محافظتها على الثوابت الأصلية أيضاً، ومسايرة هذه التطورات التكنولوجية فيما يسمى بعصر الرقمنة. فالشكر الجزيل لزملائي، وأقول بأن المدرسة العليا يا ياسين يا صديقي العزيز هي التي احتضنت وليس المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف، فله الشكر. وإخواننا أيضاً في المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف إخوة أشقاء ودكاترة أعزاء لنا في المدرسة العليا، كغرار المؤسسات العلمية ومؤسسات البحث ومراكز التوجيه والتثقيف اللغوي في العالم، نحن نحتفل عليها كأبناء للغة العربية ومدافعين لها. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هناك إرادة كونية من أجل المرور إلى الإرادة الشرعية التي هي الدفاع والعمل ووضع مشاريع مستقبلية لخدمة اللغة العربية والذهاب من استعمال اللغة العربية من المنطق الصوري إلى البعد الاستعمالي التداولي. هذه هي الأشياء التي تساعد في تنمية اللغة بالنسبة للمتعلمين، بالنسبة للتلاميذ، بالنسبة للأساتذة في المؤسسات التربوية وفي مراكز البحث العلمي. فهذه الأشياء هي التي تجعلنا نرتقي باللغة العربية من لغة
من لغة المعجم من لغة القواعد إلى لغة الاستعمال إلى لغة الاستزادة وبيان طاقة اللغة العربية في احتواء الفكر. أشكرك أستاذي على إتاحة هذه الفرصة في الرد على السؤال الموجه من طرف زميلنا في المدرسة العليا للأساتذة. الكلمة موصولة إليك. الصوت أستاذ. إذن شكرا أستاذ أسامة على ما تدخلت به الآن. طبعا نحن الآن نتحدث عن لغة. هذه اللغة اعترف القاسي والداني بعبقريتها وبعظمتها وبقداستها، ومن ثم هذه اللغة التي ربما نحن أبناء جلدتها قلبنا لها ظهر المجن، وربما آذيناها ورأت منا الأذى والقداء، وربما حططنا من قيمتها ومنزلتها كأن لسان حال الشاعر ينطبق علينا يقول: هل أمي لابن عمك لا تكوني كمختار على الفرس الحمارة. إذن هل أمي لابن عمك لا تكوني كمختار على الفرس الحمارة، يعني هلموا يا أبناء اللغة العربية إلى الإعلاء من شأنها وإلى ممارستها واستخدامها في شتى مجالات الحياة، ولا تنزل ولا تحط من قيمتها وتفضل لغة أخرى عليها. إذن قدسوها وارفعوا من شأنها وتعلموا لغات أخرى لكي تسعفكم في المواقف الضرورية. طبعاً هذه اللغة التي انتشرت، الإسلام انتشر بسماحته، الإسلام انتشر بقيمه ومبادئه وبعدله، وكذلك اللغة العربية انتشرت بجمالها وروعة بيانها وبأنها تستولي على القلوب وعلى العقول. ومن ثم فلا عجب أن نجد بعض البحث أو بعض علماء اللغة ليسوا عربا، ولا عجب كذلك أن نجد أعظم كتاب أو أفضل كتاب في النحو في اللغة العربية، كتاب سيبويه الذي يسمى قرآن النحو، قد ألفه سيبويه. وسيبويه طبعا بمعنى رائحة التفاح. هذا الكتاب الذي طبعا أصبح مصدرا يستمد منه، أو من أراد أن يؤلف في النحو لابد أن يعود إلى هذا الكتاب، حتى وجدنا بعضهم يقول: من أراد أن يؤلف كتابا في النحو من مثل كتاب سيبويه فليستحي. وعليه هذه اللغة التي طبعا قدسها وأعجب بها وعشقها غير العربي، فحري بنا نحن أن نقدسها وأن نحبها وأن نعلي من شأنها وأن نستميت في الدفاع عنها. ولذلك هنا يعني ما أجمل قول البيروني معبرا عن مدى شغفه باللغة العربية. ماذا يقول؟ يقول: لأن أهجى بالعربية خير لي وأمتع من أن أمدح بالفارسية. البيروني هذا الفارسي يقول: لأن أهجى بالعربية خير لي وأمتع من أن أمدح بالفارسية. إذن هذه اللغة التي أصبح بعضهم من شغفه بها يحبذ أن يهجى بها وأن يذم على أن يمدح بلغة هي لغته أو لغة غير اللغة العربية، إذن هذه اللغة ما الذي أعطاها هذه المكانة؟ ما الذي أعطاها هذا السر الرباني؟ إنه القرآن الكريم، إنها حاملة كتاب الله، وهو ضامن خلود هذه اللغة. طبعا هذه اللغة لها خصائص، هذه الخصائص هي التي تضمن ربما بقاءها، وهي التي تجعلها تنافس لغات أخرى. بل إن من العجب العجاب الذي يشيب منه الغراب أن هذه اللغة عندما دخلت بلاد الآخرين أزاحت لغات، وربما بعض اللغات التي كانت منتشرة
زهد فيها قومها وناطقوها واستعاضوا عنها باللغة العربية. إذن هذا شيء، هذا سر عجيب في اللغة العربية. إنها تنتشر، لا نقول كانتشار النار في الهاشم، لا، إنها تنتشر أكثر من انتشار النار في الهاشم. هذا لخصائصها. يمكن أن نذكر بعض الخصائص هذه اللغة، حتى أن بعضهم يعني ذكر أن هذه اللغة إذا ما أردت أن تترجم من لغات أخرى إليها فإن المترجم إذا ترجم إلى اللغة العربية ربما يكتب أقل من الأصل بنحو الخمس أو أكثر. يعني إذا ترجم كتاب فيه خمس مجلدات إلى اللغة العربية من لغة أخرى قد يترجم في مجلد واحد أو أقل من مجلد، وهذا يدل على عظمة هذه اللغة. أمر آخر من بين خصائص هذه اللغة أنها تعتمد على الحروف وحدها، هذا أمر يعني مهم، لا تعتمد على الأصوات، لذلك لا نجد رموزا للأصوات في اللغة العربية. لماذا؟ لأنها تعتمد على الحروف، واعتمادها على الحروف هو الذي جعل نطق هذه الحروف يكاد يكون واحدا. لماذا؟ لأن هناك نموذجا نحتذي به، وهو التجويد القرآني، يعني الحروف من حيث مخارجها وصفاتها نحن ربما نحافظ على هذه المخارج وعلى هذه الصفات لأننا مرتبطون بقضية التجويد القرآني. أمر آخر، ربما لا نجد رموزا للغة العربية، فما إذا ما جئنا مثلا إلى اللغة الروسية نجد فيها أكثر من 35 حرفا أو صوتا، وهذا أمر، في حين اللغة العربية حروفها أقل ولكن كلماتها غزيرة وكثيرة، وهذا عن طريق ما يسمى بالتوليد. أمر آخر، الأمر الذي يميز اللغة العربية أنها تتميز بثلاثي، أنها لغة ثلاثية الأصل، يعني أغلب كلماتها ثلاثية الأصل، وهذا شيء جميل. لماذا؟ لأنها كلما كان الأصل أو الجذر ثلاثيا وكان هذا ينطلي على أغلب كلمات اللغة يسهل تعلم هذه اللغة، ويسهل كذلك توظيفها وتكون مسعفة له في خاصة في عملية الترجمة ووضع المصطلح. أمر آخر، أن هذه اللغة من التي بعضهم يذهب إلى أنها ليست هي اللغة السامية، عفوا، أن بعضهم يقول أن اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية وفيها أغلب خصائص اللغة السامية. ذهب بعض الباحثين إلى أنه ربما تكون اللغة العربية هي اللغة السامية في حد ذاتها. إذن من حسنات هذه اللغة على اللغة السامية أنها حافظت على أصوات اللغة السامية ولم تكتفي بهذا، بل أضافت أصوات أخرى أو أخرى كالثاء والدال والعين والضاد. إذن حافظت على أصوات السامية ثم أضافت أصوات أخرى. أمر آخر الذي يميز اللغة العربية كونها لغة اشتقاقية، هذه اللغة لغة اشتقاقية، فأنت يمكن أن تشتق من الجذر الواحد عشرات الكلمات. خذ جذر كتب أو جذر عالم، كتب، يكتب، كتابة، كاتب، مكتبة، مكتوب، فهذه كلها ترجع إلى خاصية أو إلى ميزة الاشتقاق الذي تتميز به اللغة. فأنت مثلا من جذر واحد تولد كلمات أو عشرات الكلمات، في حين لو جئنا إلى لغات أخرى فمثلا كتب لها مصطلح في هذه اللغة، والكاتب له مصطلح، والمكتبة لها مصطلح، ونجد فرقا أو بونا شاسعا بين هذه الكلمات. في اللغة العربية جذر واحد يمكن نشتق منه عشرات الكلمة المتقاربة نطقا وربما المختلفة معنا. أمر آخر، في هذه اللغة خاصية التضاد، هذه خاصية قل ما نجدها في لغات أخرى خاصية التضاد. فاللغة العربية تعبر بالكلمة الواحدة عن المعنى وضده، فأبو بصير تدل على الأعمى وعلى البصير، والقافلة تدل على بمعنى الراجعة، وهي طبعا قيلت لتفاؤلا برجوعها بسلام، عندما تكون خارجة تسمى القافلة، يعني تيمنا وبرجوعها. وكذلك الجون،
التي تدل على الابيض والسحاب الابيض والاسود، وكذلك لفظه الذفر، الذفر بمعنى اللغه الطيبه واللغه الكريهه. ونحن ربما في الدارجه نقول الزفر الزفر، والذفر في اللغه العربيه بالذال تدل على الرائحه الطيبه والرائحه الكريهه، وغير ذلك من الكلمات التي تدل على المعنى وضده. امر اخر، الانسجام الصوتي. نجد انسجاما صوتيا بين الكلمات ومعانيها. فالكلمه قد، فمثلا اذا ما جئت مثلا الى الحوقله او الى البسمله او الى التلتله، او جئت مثلا الى الدندنه، او جئت مثلا الى الخرير، او جئت مثلا الى الزئير، او جئت الى النهيق والى الشهيق والى الزفير، فهذه الكلمات نجد انسجاما بينها وبين ما تدل عليه، انسجاما صوتيا. كذلك الخاصية التي تتميز بها اللغة العربية هي خاصية الإعراب. هذه الخاصية هي التي تتيح للغة العربية مرونة في طريقة التناول تقديما وتأخيرا. فيمكن أن هذه المرونة هي التي جعلت مثلا إن الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، خاصية التقديم والتأخير. هذه الخاصية التي تقول أكل القط، أكل الفأر القط، وأكل القط الفأر. إذن فظاهرة الإعراب طبعا، وهي هذه حركات الإعراب، لا توجد هذه الحركات الإعراب التي تدل على الإعراب، يقولون ربما موجودة في اللغة الألمانية. اللغة الألمانية يقولون فيها ما يشبه حركات الإعراب، قضية الضمة والفتحة والكسرة موجودة في اللغة الألمانية. أما اللغة الإعرابية الحقة فهي اللغة العربية. أمر آخر يدل على عبقرية هذه اللغة هي قضية كثرة المفردات والاتساع في الاستعارات والتمثيل. اللغة العربية كثيرة من حيث مفرداتها، وهذه المفردات على كثرتها هي التي تسعف الناطق فيعبر عن ما يخترج في صدره وعن أفكاره وعن قناعاته بأريحية وبسلاسة. يعني كلما عاد إلى خزان اللغة وجد الكلمات التي تسعفه والتي تؤازره والتي تسهم في أن يعبر عن مراده بكل سهولة. إذن هذه من بين الخصائص التي تجعل اللغة العربية لغة عالمية ولغة علم. حتى وعلى ذكر قضية لغة العلم، كثيرون يدعون بأن اللغة العربية هي لغة التخلف ولغة البداوة ولغة الصحراء ولغة العصر الجاهلي، وأنها لا تواكب التحضر والتقدم. لا، بالعكس، هذه اللغة هي قدمت خدمة جليلة للبشرية. اللغة العربية هي التي ساهمت في بقاء العديد من العلوم والعديد من المنجزات العلمية والمعرفية لكي تستفيد منها البشرية وتنتفع. لماذا؟ أين متى كان ذلك؟ كان في عهد، في عصر الترجمة، في عصر الترجمة. فالكثير من الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية بقيت هذه الكتب خالدة واستفادت منها البشرية، في حين ربما لغات الكتب الأصلية تكون قد انقرضت وقد زالت. وبالتالي اللغة العربية حفظت للإنسانية العلم. مثلا لو قلت مثلا، لو جئت مثلا إلى حتى مثلا كليلة ودمنة التي ترجمها ابن المقفع من الفارسية، من كتاب الذي كان في الأصل بعنوان كتراك إذا مناك، كليلة ودمنة. هذه كليلة ودمنة يعني في لغته الأصلية الفارسية والهندية الآن انقرض. إذن فانقراض هذا، ففقد هذا الأصل الفارسي أو الأصل الهندي، ولكن تمت المحافظة عليه عندما ترجم إلى اللغة العربية من لدني أو من طرف ابن المقفع. كذلك اللغة العربية يمكن أن تكون لغة الطب ولغة التقانة ولغة التطور. لو جئنا مثلا إلى الطب مثلا، نجد أن الذي قام بتعريب المصطلحات الطبية وتعريب الطب في سوريا سنة 1900 هو طاهر الجزائري، هو تلمساني. إذن وقد درس الطب في الجامعة السورية باللغة العربية، ولم يقف الحد عند الطب، وإنما انتقل إلى مجال الهندسة والكيمياء وغيرها، حتى سوريا عندما استقلت فيما بعد أصبحت اللغة العربية لغة كل العلوم في كل التخصصات في الجامعة.
لو جئنا إذن اللغة العربية ليست لغة عاجزة، هذه اللغة هي لغة ولود، هذه اللغة هي لغة معطاء، لغة تتطور وتتغير. لماذا؟ لأن ناموس وقوانين الطبيعة وقوانين الحياة هي التي تفرض على هذه اللغة أن تتطور وتتغير. واللغة تمتلك من الآليات ومن الخصائص ما يجعلها لا تقف ولا تكون جامدة، وإنما تكون مواكبة ومسايرة لكل تطور وتغير يحدثه الإنسان. أستاذي أسامة، يعني ربما استحوت على الكلمة، يمكن أن تتدخل، ربما أيضا نرحب بالأستاذ الدكتور حسناوي ربما لديه ما يضيف. أشكرك أستاذنا أستاذنا الكريم على ما قدمت من كلمة قيمة أجملت فيها المفصل وفصلت فيها المجمل على فضل العربية وأهميتها. وهذا الكلام المفصل المجمل ينم على غيرة وعلى محبة للغة العربية. وما سحر العربية إلا عربون وفاء لهذه القيمة الكبيرة التي يعرفها القاسي والداني. والكلمة واللغة العربية في منظوره هي سر من أسرار هذا الوجود. يقول صاحب منحة المليح في الكلام الفصيح في أهمية اللغة العربية، وجاء في فضل اللسان العربي أدلة واضحة كالسحب من ذاك تنزيل الكتاب المعجز بها بلفظ محكم وموجز. لذاك أضحت كعبة الإسلام طف حولها وحول ذا المقام، كما هي المفتاح في المعرفة لفهم أبواب علوم الشرعة، كم رافع عقيرة لا يعرف قواعد اللسان قدرا يسعف. هل رأيت طائرا بلا جناح؟ ما جاهل يحيا بلا جناح. وهي من كل اللغات أوسع، دع عنك دربا ضيقا ذا مهيع، وأجمل اللغات بين الأمم، رد منهلا أسقيته من أمم، ألفاظها الزلال أو أرق، لها معاني السحر بل أدق، تزيد في العقل وفي المروءة، تنقاد في يسر وفي سهولة. ها هي اللغة العربية التي لو قدمت لنا وأتيحت لنا مجالس الذكر ومجالس العلم لما قدمنا لها هذه الشعرة في أو هذه النقطة في فلات اللغة العربية. أشكر جميع من قدم وجميع من استمع وجميع من وفر لنا هذا الفضاء لتقديم ما وسع به هذا المقام من ذكر محاسن اللغة العربية، من قدرتها على احتواء الفكر وعلى مسايرة التطور ومنافسة الأمم من حيث المصطلح ومن حيث القدرة على احتواء التقنيات، وأيضا تطوير اللغة العربية في مشاريع أخرى وفق ما يسمى بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وما هي الأساليب التي تقدم اللغة العربية كذكاءات جديدة من حيث حوسبة اللغة ومن حيث الذكاء الاصطناعي أيضا. فكلها مشاريع إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون لنا إسهامات ونظرات فيها مستقبلا. فالشكر الجزيل للمدرسة العليا للأساتذة وعلى كل من وفر لنا هذا الفضاء من أجل
تداولي وتناقشي ومناقشة قضايا اللغة العربية. والكلمة أيضا موصولة إليك أستاذنا مرة أخرى، وعذرا على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ أسامة، شكرا أستاذ عمر. فقط الرجاء الأستاذ عمر اختتام الندوة لأنه باقي فقط بضع دقائق للحصة على الزوم. يعني كم من دقيقة بقيت يا أستاذ؟ بقيت حوالي 8 دقائق. خير البركة. معليش إن شاء الله. يعني طبعا شكرا. إذن أشكر في الأستاذ أسامة على ما تقدم به وعلى حرصه على إعلاء شأن هذه اللغة. طبعا الشكر يكون موصولا للجميع، يعني إلى المدرسة العليا يعني إدارة وأساتذة، وكذلك إلى كل الأساتذة الذين أسهموا في هذه المداخلة في هذه الجلسات العلمية. طبعا يعني أريد أن أنوه في الأخير أنه على ناطق اللغة العربية وعلى أبناء اللغة العربية أن يحرصوا حرصا سرمديا مطلقا على الاعتزاز بهذه اللغة وعدم الشعور بالدونية أو النقص في أثناء ممارستهم لهذه اللغة. لابد أن يحرصوا على إعلاء شأن هذه اللغة. كذلك بالنسبة إلى طلبتنا الأفاضل الأعزاء، أنتم أيها الطلبة طلبة يعني أساتذة اللغة العربية لستم كغيركم من الأساتذة في التخصصات الأخرى، إنكم تدرسون أو تحملون مسؤولية لغة مقدسة، أنتم تدرسون لغة مقدسة، فعليكم أن تعلوا من قيمة أو من شأن هذه اللغة، عليكم أن تحبوها وأن تغرسوا حبها في نفوس الناشئة والطلبة والتلاميذ، عليكم أن تعتزوا بكونكم تحملون هذه الرسالة، عليكم أن تعتزوا بأنكم تدرسون لغة اختارها الله سبحانه وتعالى من بين كل اللغات لتكون حاملة لكتابه، عليكم أن تعتزوا بهذه اللغة لأنها لغة أهل الجنة، وما اختيار الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة إلا تكريما وتشريفا وإعلان لشأنها. وكذلك أنتم أيها الأساتذة الذين تدرسون طلبتنا في المدرسة العليا، وأوجه هنا الخطاب إلى زملائنا الأساتذة في قسم اللغة العربية، عليكم أن تحرصوا على أن تقدموا دروسكم ومحاضراتكم باللغة العربية الفصحى، عليكم أن لا تتسامحوا مع الطلبة ومع أنفسكم في استعمال اللهجات والعاميات، عليكم أن تقدسوا هذه اللغة وأن تكونوا قدوة حسنة لطلبتكم، ولا تكونوا كفاقد الشيء الذي لا يعطيه، بل كونوا قدوة وكونوا نموذجا يحتدى، اغرسوا حب اللغة العربية في نفوس طلبتكم واحرصوا على ممارستها كتابة ونطقا، وبذلك تكون قد أسهمتم في الدفاع وفي الحفاظ على هذه اللغة وفي التنبيه والإشارة إلى مكانتها وجمالها وجماليتها وقدسيتها. وهذه طبعا هذه خدمة سوف تحمدون عليها من لدني طلبتكم ومن لدني ناطقي هذه اللغة جمعاء. كذلك يمكن أن نوجه طبعا التماسا إلى طلبتنا وتنبيها، وبخاصة طلبة قسم اللغة العربية، إن المتأمل في حساباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، حسابات الفيسبوك خاصة والماسنجر، يلحظ أنكم على الرغم من كونكم ممتازين في قاعات الدرس، أستاذ متمكنين
نعم ثلاث دقائق. مليح مليح. شكرا. قلت طلبتي الملاحظة التي أوجه لأبناء الطلبة، على الرغم من كونهم ممتازين في قاعات الدرس، متمكنين من اللغة وقواعدها، على الرغم من كونهم ممتلكين لغة جميلة، إلا أنني لاحظت وبأسف شديد وألم أنهم في حساباتهم على الفيسبوك يمزجون، لا يستعملون اللغة العربية الفصحى، بل يمزجون بين اللهجة العامية وبين عربية محطمة مهدمة مكسرة، وبين كلمات من اللغة الأجنبية والفرنسية. إذن ألتمس من طلبة الأعزاء أن يعلوا من شأن اللغة وأن يقدسوها وأن يكرموها بأن يوظفوها حتى وإن كان ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة قلت طالبة قسم اللغة العربية لا بد أن تكونوا قدوة حسنة، ولا بد أن تحترموا تخصصكم وأن تعتزوا به فتوظفون اللغة العربية حتى وإن كان ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن في التواصل الاجتماعي هناك من يتابعكم وهناك من يعلق ويعقب ويقول هؤلاء أساتذة اللغة العربية مستقبلاً يوظفون العاميات والكلمة الفرنسية وكذا في 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 أثناء تواصلهم. إذن هذا يعني عبارة عن التماس أوجه إلى طلبة الأعزاء. في الأخير أشكر الجميع وأقول لو كان للشكر شخص يبين إذا ما تأمله الناظر لمثلته لكم حتى تروه لتعلموا أني امرؤ شاكر. إذن أشكر جميع الأساتذة وأرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بعلمهم ويبارك في جهودهم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء وأن تعود المياه إلى مجاريها، فنلتقي من جديد يكلأنا الله سبحانه وتعالى بحفظه وبرحمته ويسعدنا باللقاء. فبأبي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتباعا فافترقنا، فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. إذن أرجو أن لا يكون تسليمنا عليكم وداعا، بل نقول إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيلا لكم، وأعتقد أن الوقت قد انتهى، وإلى الملتقى بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ سامي.